السلام عليكم، هلا والله فيكم وحياكم في مقطع جديد. معكم اخوكم مبارك القحطاني. مقطع اليوم راح نسوي ردة فعل لملخص مباراة الطائي والنصر، لان مع الاسف ما شفت المباراة. حسبت ان المباراة في نفس الوقت مباراة الهلال والشباب، ف طلعت المباراة الساعة 6 وكنت مشغول شوية، فخلنا نشوفها الان من الملخص. فقبل لا نبدا لا تنسى اللايك والاشتراك، يلا خلينا نبدا. طيب، هذه ملخص مباراة النصر والطائي، او الطائي ونصر لان في ملعب الطائي، لاني مع الاسف كنت احسب المباراه في وقت نفس مباراه الهلال والشباب، بس طلعت لا الساعه 6 وانا اصلا ما كنت فاضي اني اسجل رد فعل، ف بسجلها من الملخص المطول حق المباراه اللي هو 20 دقيقه تقريبا من قناه نادي النصر الرسميه في اليوتيوب. طيب، التشكيلة الأساسية حقت النصر كلهم الأساسيين، مو مريح أحد أشوف. أيوة، الدون موجود، وتافيو، تاليسكا، ماني، أي أليكس تيليس، مو مريح أحد. سلطان الغنامي الأساسية. طبعا أنا أعرف النتيجة 2-1 للنصر، بس ما أعرف كيف سجلت الأهداف لأني ما شفتها الصراحة. الطائي ريجي كام يدرب الطائي، توني ادري. يا سلام يا تاليسكا. ماني، يو دون، كيف ضاعت ذي يا دون، كيف تضيع ذي يا عمري يا تاليسكا، يا عمري يا تاليسكا. اوه، كيف تضيع من الدون ذي؟ مو هو في يومه، والله سوى كل شيء يا تاليسكا. يا عمري يا ماني، يا عم لا 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 لا، الدون اليوم مو هو مركز. لا 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 لا، والله يا نواف، الله يا نواف، كيف ضاعت ذي؟ الغنام، دون، تاليسكا، الله 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 الله، يا الاسيست، والله يا الفينش. يا عمري يا الاسيست من لمسة، الله يا الفينش، الله يا الفينش. ما فيها تسلل. لكن الثالثة في شباكك حتما، فقط الكرة بالتمرير، ساديو ماني، التقدم إلى الأمام، تاليسكا بالتمرير. الله الله يا تاليسكا، ماني مو معجبني صراحة، آخر مباراة ماني مو معجبني. لا يا دون، لا يا اخي، لا 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 يا رونالدو، بحثا عن تاليسكا، التدخل من قاسم، عادت الى الدون. تسلل، حتى وان كان التسلل، حتى والله الدبل رهيب. نبغى دبل زي حق ريال مدريد على اليوفي. تسلل تسلل، لا لا لا، تسلل ثابتة، الفا سيميدو، والتسديد والتسديد. الله يا نواف، ايش انت والابعاد من نواف، خطيرة من لاعب غيني. تبارك الرحمن تبارك الرحمن، ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن على نواف. لا 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 لا، الدون اتسلل اشوا، بس برضو الدون مش طبيعي، مش طبيعي. الله الله الله، لا لا
لا لا مو صدق، مش الدون ذا. هذا مش الدون، نسخة منه ثاني. مش الدون، ايش ذا؟ هذه كيف ضاعت؟ هذه كيف تضيع؟ ما شاء الله، حتى الحارس صراحة ابدع، بس الدون كيف يضيعها هذه؟ ما شاء الله ما شاء الله، التمريرة خرافية. الله 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 الله. مو هو بغلطة نواف العقيدي صراحة أبد، ما يقدر يسوي شيء، انفرادة. واو يا نواف، ما شاء الله يا نواف. أليكس تيلس، وش هو لمسة يد؟ شفت تيلس قاعد يرقص. لا لا بيده هذه واضحة. ركلة جزاء، لا تضيعها يا الدون، تكفى. لا تضيعها، تكفى تكفى يا الدون. يلا يا الدون. الله الله الله، كويس ما ضيعها. كويس ما ضيعها. لا اليوم الدون مش طبيعي اليوم. مبروك للنصر الفوز، فوز صعب صراحة. النصر صعب الفوز على نفسه والله، يعني صراحة فريق نصر صعب الفوز على نفسه. الدون الحالة ضيع 7-8 أهداف، مو بيوم الدون. لازم يتعالج نفسيا. يشوفون الصرفة، لازم يرجع يركز يا عمري الغمزة. ألف مبروك لنصر، هارد لك للطائي. و صراحة توقعت انها تكون مباراة نتيجة ثقيلة، كانت المفروض تكون نتيجة ثقيلة، ضيعها الدون. فبس يا شباب، كان مقطع اليوم، اتمنى عزيزي المشاهد تكون استمتعت بالمشاهدة زي ما انا استمتعت بالصناعة. اشوفكم ان شاء الله مقطع جديد. سلام.